ونحلل معكم مشاهدين أداء الأسواق العالمية لطبعا تداولات هذا الأسبوع وتحديدا جلسة هذا اليوم مع ضيفي السيد أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد. أبدأ معك بقراءة مؤشر التضخم في المنطقة الأوروبية الأسبوع الفائت. صدرت القراءة وأشارت إلى تحسن نوعا ما في أرقام التضخم، يعني تراجع من قراءة عند 10.1 إلى 9.2%. ما هي الأسباب من وجهة نظرك التي دفعت بمستويات التضخم أن تتراجع تحديدا في المنطقة الأوروبية؟ وهل تعتقد أنه ذلك سيدفع البنك المركزي الأوروبي بتخفيف وتيرة تشديد الفائدة كما فعل الفيدرالي؟ نعم، صباح الخير. أرقام إيجابية بالنسبة لمنطقة اليورو في ظل التشاؤم في ظل الأرقام السلبية لمنطقة اليورو سابقا. مؤشر التضخم الرئيسي قد سجل انخفاضات بأقل من المنزلتين، أقل من 10% تحديدا عند 9.2%. أرقام تعتبر إيجابية من ناحية التضخم. هي دول البلطيق لا تزال تتقدم وتسجل أرقام ويشتعل فيها التضخم نحو مستويات أعلى 20%، فبالتالي تعتبر أخبار إيجابية بالنسبة لمنطقة اليورو. لكن الشيء بالشيء يذكر، ليست هذه الأرقام إيجابية بمعنى بشكل عام. فمؤشر مديري المشتريات الرئيسي الذي يستثني الطاقة قد سجل ارتفاعات أيضا أعلى من 7% تحديدا عن بالتالي ممكن أن نستنتج أن أزمة أو انخفاضات التضخم ما هي إلا قد سجلت انخفاضات من ذروتها نتيجة انخفاضات أسعار الطاقة. الشيء بالشيء يذكر هنا أن الضغوطات التضخمية قد تنخفض في الفترة القادمة دخولا في شهر مارس، تحديدا عندما يبدأ البنك المركزي الأوروبي تخفيض ميزانية العمومية 15 مليار يورو شهريا حتى الربع الثاني. فبالتالي قد تكون هناك أيضا ضغوطات تضخمية هبوطية من ناحية الاتحاد الأوروبي. لو اطلعنا على أرقام الاقتصادات الأوروبية بشكل عام فهي أرقام سلبية، توقعات استطلاعات الأعمال نحو ركود، نحو دخول ركود في منطقة اليورو. لكن اطلاعاتنا للتضخم، بما أن تقلبات الطاقة هي الظاهرة الأساسية في منطقة اليورو حاليا، فقد يتجه البنك أوروبا نحو عدم تغيير سياسته، نحو عدم تعديل السياسة النقدية، فبالتالي قد يكون 100 نقطة أساس في الربع الأول واردة، بل واردة جدا. نعم، يعني بمجمل الربع الأول. دعنا الآن ننتقل إلى الدولار الأمريكي. اختتم الأسبوع الماضي الحقيقة كان نسبيا يتجه الدولار الأمريكي إلى تذبذب، ولكنه يعني تماسك نوعا ما. كانت أيضا التداولات إيجابية ولو كانت طفيفة. لا ننسى أنه بعد 4 أسابيع من الأداء السلبي شبه المستقر بين نطاق 103 و105، كل ذلك جاء بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي أشار إلى إضافة 223 ألف وظيفة، وهي أعلى من المتوقع لكن أقل من القراءة السابقة. طبعا مهم أيضا في موضوع هذه البيانات هو معدلات الأجور كذلك أحمد. فبرأيك هل يتعارض التقرير مع رؤية الفيدرالي، وكيف ستؤثر على حركة الدولار؟ نعم، القاعدة الأساسية في الفترة الأخيرة بالنسبة لتحركات الدولار الأمريكي أخبار إيجابية تحركات سلبية، أخبار سلبية تحركات إيجابية. السبب ليس فقط البيانات الاقتصادية، بل تأثير هذه البيانات الاقتصادية على تجديد السياسة النقدية وتوقعات المستثمرين بتحركات الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة. تقرير الوظائف يوم الجمعة قد أظهر إضافة أكثر من 200 ألف وظيفة، تحديدا 223 ألف وظيفة، يعتبر رقم ممتاز جدا من ناحية التوظيف، أعلى مستويات ال 200 ألف. من ناحية معدلات البطالة فانخفضت ل 3.5%. كما نعلم تاريخيا لا يدخل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية حالة ركود إلا مع بطالة مرتفعة، فبالتالي انخفاضات البطالة واستمرار بالانخفاضات قد يعطي الفيدرالي الأمريكي الوقت لمتابعة تأثير سياستها النقدية. أما متوسط الأجور فكما رأينا قد سجل انخفاضات، سجل تراجعات، تباطؤ متوسط الأجور على الأداء السنوي نحو أدنى من 5%، كما أن متوسط الأجور للشهر الماضي قد تم تنقيحه أيضا نحو مستويات أقل من 5%. فبالتالي تجديد السياسة النقدية قد تفاعل بشكل جيد مع تباطؤ الأجور. لو طلعنا هذه الأرقام وتأثيرها على تجديد السياسة النقدية قد أعطت احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع فبراير بأعلى من 75%، بالتالي ارتياح المستثمرين نحو هذه التوجهات.
هنا الشيء بالشيء يذكر أن رقم يوم الخميس التضخم سوف يكون هو الرقم الأخير للتضخم قبل اجتماع الفيدرالي القادم، فبالتالي تقرير الوظائف والتضخم سوف يكونان الرقمان اللذان قد يحددان التوجهات بنحو 25 نقطة أساس. أختم هنا بأن نيل كشكاري عضو الفيدرالي الأمريكي قد أشار بمقالته يوم الأربعاء بأنه ليس مع تخفيف السياسة النقدية، بل هو أن الفيدرال الأمريكي واقتصاد أمريكا يحتاج 100 نقطة أساس كرفع أسعار فائدة في عام 2023. فعلى ما يبدو أن لدينا عضو صقوري واضح هنا هو نيل كشكاري. طيب أحمد، أذهب معك إلى الأسواق الأمريكية من جديد. معلش بدي أرجعك لوول ستريت. ما استفدنا كثير من رالي سانتا؟ نتائج الربع الرابع على الأبواب، نحتاج إلى طبعا موسم الديفيدنس، مهم جدا عندك الأرباح، وبالتالي هذا لربما يغير نوعا ما الاتجاه نحو الأسواق الأمريكية. هل تعتقد أنه ستستمر الأسواق الأمريكية في تقديم لدينا أداء متراجع خاصة على أسهم قطاع التكنولوجيا؟ هل أنت متفائل أن الربع الرابع ربما سيكون مغاير لكل العام؟ نعم، بطريقة أو بأخرى عام 2022 كان أداء سلبي للمؤشرات الأمريكية بشكل عام، نظرا للتضخم، محاولات كبح جماح التضخم، تجديد السياسة النقدية، الحرب الروسية وأزمة الطاقة. طبعا بكل تأكيد عام 2023 هل يكون عام سلبي بالنسبة للمؤشرات الأمريكية؟ للإطلاع نطلع على التاريخ، نفهم الحاضر لمحاولة أن نستنبط المستقبل. فبالتالي كان في عنا أربع حالات سجل فيها عامين متتاليين أداء سلبي بالنسبة للمؤشرات الأمريكية. نعود بالتاريخ الوراء لعام الكساد الكبير أو الثلاثينيات، كانت أول حالة سجل فيها تلك المؤشرات حالات سلبية لعامين متتاليا. الحرب العالمية الثانية، أزمة عام 1970 التي كانت أو السبعينيات عفوا، هنا أقصد أزمة النفط، وبالتالي ممكن استنباط بأننا نحن نمر بنفس الحالة أو شبيهة على أقل تقدير في أعوام السبعينيات، عندما كانت أزمة النفط، أزمة الطاقة هي مؤثر بشكل أساسي لارتفاعات أرقام التضخم. وفقاعات الدوت كوم كانت هي أحد التواريخ التي أثرت بشكل سلبي طبعا على المؤشرات الأمريكية. نعم. اطلاعا على مسار عام 2023، فعلى ما أعتقد أن هناك حالتين أساسيات قد تكون مؤثرات بشكل أساسي على المؤشرات الأمريكية. نعم. أولا طبعا الركود الذي نتجه به بشكل تقني بشكل واضح بالاطلاع على منحنى عوائد السندات. لكن لو اطلعنا على البيانات الاقتصادية والرسميات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فنحن رسميا لم ندخل ركود بناء على بيانات الاقتصادية أو بناء على محللي البيت الأبيض، بالرغم طبعا من أن يوم الجمعة مؤشر مديري المشتريات الخدمي وقبله الصناعي قد دخل مرحلة الانكماش. تحديدا الخدمي قد دخل مرحلة الانكماش لأول مرة من ماي 2020. فبالتالي هناك أرقام سلبية قد تعكس هذه الأرقام السلبية لو تزايدت الحالة عدم دخول المخاطرة. أما الحالة الثانية هي تجديد السياسة النقدية وتأثير الهبوط الناعم، انخفاضات التضخم أقل من 5%، فما يساوي أرقام الفائدة بأرقام التضخم، فذلك قد يدفع الفيدرالي الأمريكي لتغيير سياسته، أو على الأقل تفاؤل المستثمرين بتغيير سياسته لتغيير السياسة النقدية، بالرغم طبعا من كلام جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بأنه لن يكون هناك تخفيض أسعار الفائدة في عام 2023. شكرا جزيلا لك ضيفي من العاصمة الأردنية عمان، أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في إكويتي جروب.